السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. في هذا الفيديو غادي نشوفوا الصحفي أسامة بن عبد الله مع الصحفي مصطفى طلال إضافة إلى المدرب محمد فاخر كيناقشوا مباراة الرجاء البيضاوي والفتح الرباطي، المباراة اللي انتهت 3-3. محمد فاخر غادي يهضر على أنس الزنيجي وعلى اللاعب اللي كيشوفوا يكون مستقبل الرجاء البيضاوي السعداوي، وكذلك مذكور اللي غادي يقول من اهم الاظهره اللي غادي يكونوا هذا الموسم هذا اللي خاص الرجاء تشيك فيه. كذلك غادي يتحدثوا على رضا الهجهوج وعلى العقوبه اللي تسلطات عليه وعلاش اصلا دار مثل هذه الحركه في مباراه الرجاء البيضاوي. ما تنساوش تدعموا هذه الحلقه بلايك، واللي مازال ما مشتركش في القناه يشترك في القناه ويفعل الجرس باش يبقى يوصلوا الجديد دائما، وشكرا لاي واحد كيدعم المحتوى ديالنا. نكملوا بالمباراه ديال الرجاء مع الفتح. الريغلوم اللي دايره هي والقانون اللي دايره هي هو الذي صافي. رجاء مع الفتح، واش 3-3 خصنا نفرحوا لها لان كانت مباراه شيقه في الاهداف؟ واش كانت اخطاء غير معتاده في دفاع رجاء؟ في الظهير الايسر شويه معتاده مع نهايه البطوله ديال البطوله، لا لا نقا ولا جبيره، واخطاء غير معتاده ديال انس زنيتي. واش لاك سونترال ديال الفتح رد الكادو في البيلانتي؟ شنو يمكن تقول لنا على هذه المباراه بصفه عامه قبل ما ندوزوا المشكل ديال رضا الهجوج؟ واحد تعطيه حقوق مع الفتح. هذا الخطا ديال البينالتي نقد نخليه لزنيتي، لان كان بوتيتر هي كومبانيه، لان كان لون فيرمي ويمشي معاه بلا ما يدير. اما التروازيام بوت كلشي بغى يرد الخطا لزنيتي. الكره اللي ضربات راه اللي تخبخي لا قريب ليه، اون بلوس كاينه الشتا وكليسه البالون. هو دار خدمته نورمالمون. تيقول لك زنيتي رد اللاكس، كان خصو يحاول يرد لاتيرال ماشي اللاكس، ولكن ستا ريفليكس. اي ستا ريفليكس اللي خرجها ديجا. وفين كانوا المدافعين؟ متفق معاك. غندير انا دوبل رول. لو ديماراج اللي دار بن عارف اللي تيفري راه مشى من 20 متر 20 متر من 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 السونتر وغادي يدخل 16 سكوند وعطاوها ليه. عطاو الكره تما. البيت الاول سي محمد، البيت الاول بالفتح راه 30 ثانيه والكره الاخر من المهاجم اللي من الشاب ما داكش الكونترول مزيان. 30 ثانيه وتيقلع الكره وربطها حتى طاح في لو سونتر، لان كان لو سونتر ان بو روتري وكانت شداته كونتر بي هو بلا ما يكون عنده الكره وطاح. هذاك دار دار ان كونترول لي دار اي سي ان جوور راك تعرفو انت. انا كونترول دو بيتي زوين لا بواندر اوكازيون يدخلها دونك الى سماتي الكره. لا هذا اللاعب اللي فيه سالتو اللي كان يجي له يعذب 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 بزاف. تنظن يعذب بزاف في اخر المغربيه اظن. وكان باش نكونوا صريح كان بروبليم عند اوليفو ديال لاكس عند لاكس سنترال عند رجاء، وخلات انه من تما راه مشاو رغم ان جمال السلامي داك الثقه في اللاعبين اللي كانوا عملوا الاول وما لعبش الهدودي اللي عاد جا. لا هدودي اسكو الى ناخذوا البروفيل ديال شاكير اش هو البوست ديالو المفضل؟ ميليو ديفونسيف. سي ان ميليو ديفونسيف، ولا وقفتي عليه تيدوز لا دروات لا دروات لا كاين اري سونترال. سي لو تروازيام شوا بالنسبه ليه اري سونترال. باسكو اللي نقص مع العامري عقلتي كان مشكل مع العامري في الجيش. ان با دو روبير، ان با دو روبير ما عندوش لي روبير تما ديالو دائما، اما يدير البينالتي اما داير سي الكروشي اللي دار ليه بن عارف ولا فازو بيت. الوغ كو جو دو لا كومباني غنبقى بيني وبين لادفيرسير نكون انا لو ديفونسور، نخليه يمشي للجنب ما نخليهش يدخل سور سون بي فور فازو كاردين دويت. هي اللي جابت لو تير اللي طلق ضربات في زنيدي ومشات. ولكن رغم ذلك بدات الرجاء ترجع للمباراه وتسجل ثلاث اهداف. هذا الرباح، لان انا جو سوي تخي شوف على 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 عامه ايزون في ان ديبيوت ماتش كاتاستروفيك. دو بيوت ماشي سهله، ولكن لا فورس الرجاء هي كتعرف ترجع في لا واش ضربة جزاء ترجع واللي ضربة جزاء جات واش غير اللاعب اللي قداتهم المباراه واش ضربة كتحسب بجوج زيرو في الاول بوي ميتا واش يكون نفس لا رياكسيون؟ لا ما هو التساؤل اللي عندي. شوف الرجاء ما غادي يتلقوش انا اعتقد محمد ما يتلقوش الفوس تيصفر لاربيت لافان. لا برافو برافو 94 مينوت مي ما دو زيرو دونك يو دي بوزيتيف ودي نيجاتيف ودي زيكو. محمد انا اعتقد ان فريق الرجاء على مستوى الدفاع هناك يعني
مسائل اللي خصها تصلح. هناك اخطاء كثيره اللي خصها تصلح، لان البوان فيبل اللي كانت عند الرجاء في هذا الماتش هذا كانت على مستوى الدفاع وعلى مستوى حراسه المرمى، لان كاين اخطاء اللي ربما حتى هي ساهمت في، وكنعرفوا الخبره ديال زنيتي اللي رجع اللي يقدر يرجع دغيا. اللي هو ايجابي، اللي هو ايجابي في الرجاء الفريق رجع من بعد ما كان نازل بجوج زيرو، ولكن خاص الخدمه على مستوى خط الدفاع. انا بور مو سي لان دي مور ارغاردين بوت ديال افريك ماشي ديال المغرب. لا لا يناقش صافي على ملي لاطاكون لي بوت خاويين كيطلع الفوق. لا لا يناقش، لا يناقش، يناقش زنيتي. لا ما دونك سي بوتيتر اون ايرور اللي دارت انا. لا عادي 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 خطا وعادي ديال البينالتي. ما الاخرين الدوزيام الي 4-5 متر منه وضرب ليه الكره وطاح جبدها. لا قدرها جوج سي محمد الله يخليك. وتا الفتح، الفتح راه ما ساهلينش، راه فرقه اللي غتكون مزيانه. لا لا نهضروا على لو بيتي جون لو بيتي اللي جا من وجده الي اكسيلون السعداوي نوح عنده الادين الرجاء غادي يعطي هذاك ربح به الفريق دوني ايفا بوكو دوني الرجاء هذاك الوليد مع لي زاتاكون غادي يكون في مستوى كبير. السعداوي هاد السعداوي سي فخير من انتاج مدرسه الوداد، مر بالعديد من المحطات الخارجيه لامريكا الى غير ذلك، وجا المولوديه وجده والان التحق فريق الرجاء الرياضي. ربما هذا من انتدابات اللي جميله يعني رائعه. و ما نساوش لو بيتي جون مذكور غادي يكون لان دي ميور دارير سونترو ان شاء الله. لاري دروا شوف سي محمد، انت راه عندك الحرفه في لاري دروا ولا لاري ارغوش، راك تلعب هذاك عنده لاتيرال الى بوكو دو ميتي وكيلعب افيك كونفيونس اي بوي عنده فيزيكمون اي بون و اتو مومون ميم 90 مينوت كتلقاه تيساهم في فلاتاك عنده ان بوينت دو فيتيس ولا لا فيتيس دي كاليتي غين في كاع الرياضات. دونك سي كالكا سي محمد دوينا على رضا الهجوج. رضا الهجوج عندي والله العظيم كنعرفو مزيان. رضا الهجوج كنعرفو مزيان وعارف كتعرفو مزيان ونهضر انا وياه وسنين هادي ملي كان ما فهمتش هذاك الوليد كيس كي لابخي اشنو هو اللي باقي متعلق ب سون دي زيرو الناس اللي كان معاهم كيبغي الوينرز كيبغي الوداد حتى واحد ما يحيد عصقوا الوداد. هو سي ان بروفيسيونيل راك خدام وعندك واش تظن وكان داك هذيك القضيه في مباراه بغي مباراه الرجاء واش اتوقع الهيراله كلها بكل صراحه. انا ماشي باش ندافع عليه، انا جو تخوف كو دار خطا، دار خطا ولكن كبروا الخطا بزاف. لا ماشي كبروا، لان رد الفعل ديال الفتح الرباطي جاء يعني بسرعه. لا حتى هو الخطا كيطلع كيطلع بلاغ على ان لا. انا شوف انا رضا الهجوج كي قال سي محمد لاعب كبير محترف تكون في الوداد من حقه يكون مع الوينرز، من حقه مع الوينرز ماشي مع الوداد مع الوينرز، هذا ولدهم، هذا اختيار شخصي ديالو يحترم، ولكن في مباراه في كره القدم تحمل الوان فريق اخر يجب احترام الفريق الاخر. العشق ديالك للوداد والوينرز ما غيحيدوك حتى واحد. راه داير رد الفعل ديال الفتح من خلال البلاغ ديالهم تحدث على هذا الشيء. اليوم داز الجهات التدريبيه اليوم، ولكن 20 مليون اللي قلتيها سي اسامه كذبها فريق الفتح الرباطي. اوكي لا تكون في التالي ما كايناش 20 مليون، كاينه غرامه ماليه وهما كيقولوا انهم متشبتين برضا الهجوج لانه من دعامات ديال الفريق دابا دابا غتكون غرامه دابا التماس ديال 20 مليون تلقى حطوه لان عندي لي سورس سور وفي البلاغ دابا 3-4 ايام اتبان لك 20 مليون ما عنديش فيها النقاش كنت ما كتبهاش. المالور انا حيت دوز مع السي حمزه يا سمحتي سي اسامه لا سمحتي سمحتي دوز مع السي حمزه الحجوي وقال لي لا مازال مازال ما كاينش 20 مليون. انا شفت رد الفعل ديال الفتح اللي قال لك ما كاينش هذا 20 مليون غيكون مبلغ مالي ولكن كاين فيه ان 20 مليون ما عرفتش غير هو لعاب كبير لعاب واش يخلص ما يخلصش هذه الهضره اخرى عنده مواصفات عنده تفضل سي محمد الاشياء هو عير باش هذه بروفوكاسيون هكا باش ما يتكرروش ماشي غير على الناس راه واحد ولكن هذه بروفوكاسيون الا حليتي الباب لهذا الشيء غادي يولي في نادي اخر في لي ديربي في المسائل اللي بعاد في لي كلاسيكو اللي اسمو غادي يولي ندخلوا في مشاكل تافهه اللي ما تصلح حتى حد. انا والله العظيم كون يجيو عليا انا القانون خصو يتبدل بلاتي. امتى كتحيد المايو ديالك؟ ملي كتسالي الماتش ملي كتسالي الماتش
دونك القانون لا عير بلاتي انا معك، القانون كيقول لك بلا ما بلا ما بالزمنك ان ارتيكل خاص بالتوني تكون لابسه. دونك انت كتحيد المايو ملي كتعوم ما بقيتيش لاعب، ملي كيبدلوا القانون وتشوف ما غادي يبقاش يطرا هادشي ملي تحيد المايو دونك ما بقيتيش لاعب حمراء ديريكت. ما غادي يبقاش شي مايو تحيد وما غادي يبقى حتى حاجه تكتب لتحت ديال مشاكير ولا صداع. حيدتي المايو انت، ما انت اللي اختاريتي ما تلعبش، حيدتي المايو ديالك. صعيب شويه ولكن صعيب صعيب السي محمد. انا بالنسبه لي غير غير يزولها كاع الايجابيه السي محمد ان رضا الهجوج بطريقه حاضره. لا انا ما فهمتش علاش علاش غادي يعتذر الفريق الفتح الباقي وجمهور فريق الفتح. اسامه علاش غادي حيد علاش غادي يحيد المايو؟ ماشي بعض المرات كاين اللي بالفرقه تاع الباقي. انت واحد كره بلاتي غدا واحد كره انت انت بغيتي 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 تحيد المايو، انا بغيت نحيد الشورت. لا لا ناخذ افيرتيزمو سيوا حيتي المايو اه غتخرج دو هذيك لا بريم. انا نكون كلوب كديرها في في ريغلومون انترن. الا حيتي المايو اختي لافيرتيزمو حيتي المايو تي نا با دروا لا بريم تاع حيتي ديال راسك وتشوف واش باقي شي مايو غادي تحيد. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، باش ما خلوش عينا بالاراء ديالكم، خلونا الراي ديالكم في الكلام اللي قال اسامه بن عبد الله والمدرب محمد فاخر. باش ما خلوش عينا بالراي ديالكم، خلونا الراي ديالكم في التعليق. وشكرا لاي واحد كيدعم المحتوى ديالنا، واللي مازال ما مشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس باش يبقى يوصلوا جديد دائما. وكيف العاده نشوفوا فيديو جديد. السلام عليكم.